وفي ذات سياق حل نهار أمس السيد محمد عزوز رئيس المنظمة الوطنية للمجتمع المدني وترقية المواطنة الذي كان مرفوقا بأعضاء المكتب الوطني ضيفا بولاية الطارف، وكان في استقبال ضيف الطارف المنسق الولائي وكذا رؤساء المكاتب البلدية. محمد رشيد قبع والتفاصيل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سيدات الفضليات، سادة الأفاضل، يسعدنا ويشرفنا نحن الرئيس الوطني للمجتمع المدني لترقية المواطنة السيد محمد عزوز نيابة عن كافة إطاراتنا ومناضلينا عبر كامل التراب الوطني والوفد المرافق لي من نواب الرئيس والأمين العام وأعضاء المكتب الوطني الذين أردنا اليوم وفي إطار الجولة التحسيسية أو الحملة التحسيسية التوعوية فيما يخص يعني تجسيد لتوصيات المؤتمر العادي الوطني يوم 16 مارس 2021 تحت شعار تحصين وتدعيم الجبهة الداخلية وتلاحم الجيش الوطني الشعبي سالي الجيش التحرير مع الشعب. ها نحن اليوم في مدينة طارف وبالضبط دائرة درعان المجاهدة، يعني كي نقول مجاهدة من بوحجار للقالة البن مهيدي العصفور البريحان يعني الزريزر البسباس، كل من شارك وساهم في تجسيد أهدافنا الرامية لخدمة الوطن لخدمة الوطن لخدمة الوطن لا غير. أهدافنا واضحة للرأي العام، ونحن كمجتمع مدني ودورنا في الساحة الوطنية هو تنوير الرأي العام الوطني بالدرجة الأولى، وكذلك تنوير الرأي العام الدولي حول دور الفعال الذي يقوم به المجتمع المدني فيما يخص أولا الوقاية من الآفات الاجتماعية، الوقاية من الفساد ومكافحته، جعل المجتمع المدني خزانا من الطاقات والكفاءات لخدمة الدولة يرتكز عليهم عند الضرورة، وكذلك المساهمة في بناء الوطن وترسيخ قيم التسامح والتآزر. باسم المكتب الولائي للاتحاد الوطني والمجتمع المدني لترقية المواطنة لولاية الطارف، تتشرف ولاية الطارف بحضوركم والوفد المرافق لكم اليوم بيننا. حللتم أهلا ونزلتم سهلا، ونشكركم جزيل الشكر على هذه الزيارة لولايتنا التي تعتبر القاعدة الشرقية إبان الثورة التحريرية المظفرة، وأيضا مسقط رأس الرئيس الراحل المجاهد شادلي بن جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، فرعي أمير مندوب دائرة درعان، نرحب برئيس المنظمة الاتحاد الوطني للمجتمع المدني لترقية المواطنة السيد محمد عزوز الأمين الوطني والوفد المرافق له، نرحب بهم في ولاية الطارف المجاهدة